خوتي ديالنا الاخوات ديالنا المتتبعين ديالنا، عندنا لكم واحد الخير مليون تبارك الله. هي هذه ضوها باب ديالها هو هذا، هنا مجاوره على الخلا يبغى يزيد في بلاد الكاين. خوتنا وخواتاتنا السلام عليكم بعدا ورحمه الله وبركاته. واحد الفير مزوينه فيها قطار وخدام كبير، قطار 1666 قطار وخدام كبير تبارك الله. هاهي الدخل ديالها هي هادي، الضو هذا الطريق ديالها هي هادي. حنا داخلين دابا مع الباب، الباب ديالها هو هذا، الدار ديالها الدخل هي هادي. هاهي هاد الدار هاهي كتشوفو فيها تبارك الله، اللهم بارك. الزيتون اللي فيها هو هذا. حنا غادي ندورو لكم دابا دارين بالدار، الدار هي كتبان لكم دار تقريبا واحد النوع ديال صح من 200 متر في الدار، صح من 200 متر مبنية. الزيتون ديالها هو هذا، غابة ديال الزيتون تقريبا شحال تكون فيها من شجرة ديال الزيتون؟ 200 شي 200 شجرة ديال الزيتون. الدار هي هادي مفرطة شي شوية، خصها غير تشطاب والخدمة. الدخلة ديال الدار هي هادي، غنرجعو لكم للدار. دابا هذه هي الفيرما تبارك الله، الزيتون اللي فيها زيتون كبير ومليح. دار هي دايره 200 متر، الشراجم ديالها دايره بهذا، البير ديالها الشاطو الضو تبارك الله، مبيعها تيرس بلاد مليحه، بلاد مخيره كما كتشوفوا فيها. الزيتون اللي فيها ها هو كيبان لكم، زيتون مليح مخير، واحد الفيرما زوينه وقطار وخدام كبير. البلاد تيرس مازال تزرع تحتها فصة خضرة اللي بغيتي مربعة. الدار ديالها هي هادي، هي جات وسط الزيتون. هاد الأرض معتبرة كاملة عامرة زيتون، هاد الزيتون فيها كبير تبارك الله، كيعطي مليح. سعر الخدمة وخص واحد التكربيل من الجناب والدواء. زيتون راه مليح تبارك الله، هي راه مليحة دايرة بالقوطة قوط ديالها، جاهزة بالخيوطة بالفانات تبارك الله، بالشاطو ديالها تعمري الدرع تبارك الله، مخيرة واحد الأرض. البير ديالها هو هذا، ها هو كيبان لكم، هو هذا البير، البير بلدي. خاصو واحد الصولدة، خاص واحد البير 100 متر، وغادي يخصكم إن شاء الله. هذا حتى بلدي، مبقاش ما 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 تلاش واكل دابا البلدي، حتى هذا 20 متر مولا هو داوي كيقول 20 متر. هي اللي بغا يحفر خاصو 180، هنا 80 هنا في هاد المنطقة 80. هادي راه عامرة زيتون تبارك الله مليحة، ودارة بالزبط مزر، ما فيها كرمات، فيها زوينه شي حاجه ما نهضروش تبارك الله، اللهم بارك. دايره تبارك الله بابا بالقوتور ديالها، الزيتون ديالها وكيبان مصدر مليحه، الارض معتبره مخيره، ما عندي ما نقول. دابا تبغى تشوف المساحه راه كامله زيتون بزيتون وقطار وخدام، خدام في 1666. هذه ملكية حرة على 94 3 كيلومتر، خارجة على 43 كيلومتر باش خارجة. الشانطي عندها واحد 200 متر على الشانطي، على القوطن، والشانطي كيبان لكم مضروبة زيتون بلوكي تبارك الله. فيها الخوة اللي بغا يزرع الزراع، اللي بغا تبارك الله هادشي كله زرعي زراع، زرعوه خضرة زرعوه، راه زوين. الناس ساقية، كاين الناس اللي عابرين 70 متر غتجيو تشوفهم، راه عندهم ما كثير تبارك الله، بيار عندهم واعرين ناضين مخيرين معتبرين. عامر اي زيتون، الزيتون ديال العيلة العامة عارفينش هما راه ملاح، يكون فيها الزيتون. غنرجعو للدار، هي هادي هي تبارك الله، هي كتبان لكم تما كتشوفو فيها، هي هادي هي. عامر زيتون كامل، شجرة بشجرة، زيتون بزيتون تبارك الله، اللهم بارك. زوينة معتبرة، هادي تبارك
كبر البير، البير بلدي، واحد البير تاع السولدا، هبطوا 80 70 هاد تلقى الماء هنا كاين الماء، هاد البلاصة بالعكس فيها الماء تبارك الله. الدار حنا راه شعل الدار باش ندخل لكم الدار، نصور لكم الدار دايرة بالزرب، دايرة تبارك الله، قطار وخدام خيراتهم هاد الدار. نرفع الكراج راه كيبان لكم لي الدار هي هادي، ولا بدا مشوية الصغار مشوية الدار هي هادي، هي الشراجم ديولها ظاهرة الدار فيها شي 200 متر تبارك سميتو مليحة خوتنا خواتاتنا ما كتسمعوا فيا، ومرحبا بكم عندنا ملي تجيو ان شاء الله ندخلوكم ليها وتسالوا وتحسبوا الشجر، شوفوا الشاط شوفوا الضب تبارك الله اللهم بارك، زوينة معتبرة مليحة مخيرة ما عندي ما نقول فيها، زوينة دار مليحة. هذا هو الباب ديالها، الدخلة ديال الباب هي هادي هادي دويرة زوينة. نحن غندخل لكم الدار، دار بالضوء فوق طاسب، هذا عندك فوق، هذا عندك واحد طواليط وحمام، دار هي هادي شعل الضو، هادي كوزينة بارك الله، ثلاجتها بكل شيء بالمزاز الفرانة، ماكينة الصابون بشوالاتها، هادي الكوزينة إن شاء الله، هادي سيدي الثلاجة أخرى هنا، هذا محل تاع النعاس، هاهو غتشوفو فيه، زوين مخير مليح. للمريكو شكرا مخير زعما محدي مليون فيها، هدا حدث هدا هدي زي صالة زي تبارك الله، هاي مجموع الحوايج الفلاش راه مجموع بشراجمها بشوالاتها بكلشي زوينة معتر محدي مليون. هدي الدار فيها بيت جوج ثلاثة أربعة وكوزينة كبيرة، هدا الصالة هاهي صار زي كبير تبارك الله اللهم بارك، زوينة مخيرة خاصها شوية الصباح وخاصها هادي زوينة شوية الصباح، ولا بدون ما تصلح ولا لا بدون ما تصلح ولا هي هادي طلعوا السطح، ها طلعوا زي السطح، طلعوا زي السطح هي هادي السطح بقى عندك حق تمرين طايره، هذا واحد كوري ياك مقازة، هذا مقازة هنا اللي بغى يدير الزرع اللي بغى يدير البعيد تقريبا شي 66 متر، 66 متر الجيران ديالها هما الضو تبارك الله، هذا هو السطح اللي فيها، ها هو شنو عندك السطح، وهذا باقي عندك حق تبنيه، تبنيه مسقف هيا بالوردي، هذا هو الزيتون اللي فيها مسقف، مسقف ديال الزيتون، واحد ثلاثة خمسة تبارك الله، عندنا الصابع تاع الخضرة زاهية، ونزيد الناس حافل معاك كاين الجيران، كاين ناس بانية كاين، مليحة معتبرة، شي مكاينش. انتم ناس دابا كنزيد ونعشتو ونعشتو دايما هنا جاي وقاعد غابة في هاد الزيت مش من الفوق غابة سبحان الله، صورت لكم طيارة كوب فيها زوين شادين على ملهم شادين على مصلحة سكول من الريف سكول من الريف زوينة هي هادي تبارك الله، هي تبارك الله شي 200 متر في الدار، أنا زرت من هنا الفوق داكشي اللي تبغي الحديد ديالها وخارج ديالها كتشوفو تبغى يبني حتى الفوق، وعادة كاين البلادات هنا راه جنابة راه موجود اللي بغا يزيد يشري راه موجود هكاي.